بص يا كابتن سامي، من النادر ان جمهور الاهلي بيهتف لحد غير المدرب. يعني انت عندك مدير فني سواء كولر سواء موسيماني سواء فايلر او فالناس بتهتف للرجل الاول دائما وابدا. العلاقه اللي وصلت بينك وبين جمهور النادي الاهلي للحب ده او للثقه دي اللي انا قلت عليها قبل ما نطلع الفاصل، اعتقد انت تعبت جدا جدا عشان توصل للمرحله دي مع النادي الاهلي. الحمد لله طبعا، ده اولا فضل ربنا طبعا، الحمد لله يعني. صحيح. الواحد بيجتهد وبيخلص، في الاول طبعا بشكر طبعا الكابتن لاختياره ليا طبعا. طب ما تحكي لي قصه اختيارك في الجهاز الفني للنادي الاهلي. انت كنت صاعد بحرس الحدود للدوري الممتاز بالظبط، وكل التوقعات انك هتكمل مع حرس الحدود بالظبط. ايه اللي حصل؟ جيت النادي الاهلي ازاي ومن مدير فني لمساعد، وحسيت انك مبسوط جدا رغم انك من رجل اول ومرشح تبقى مدير فني في الدوري الممتاز الى مساعد في النادي الاهلي، لكنه كنت حاسس بحجم السعاده اللي موجوده عندك؟ طبعا ده شرف كبير جدا الواحد ينتمي طبعا لكيان كبير زي النادي الاهلي. وزي ما حضرتك قلت، يمكن الحمد لله الواحد كان حقق نجاحات كويس جدا في حرس الحدود، والحمد لله صعدت بالفرقه. يمكن حصل موقف كده مش احسن حاجه يعني، وانا بعت، فربنا عوضني بحاجه افضل يعني من اللي كنت اتمنى. لو كنت كملت في حرس حدود ما كنتش عامل الحمد لله التاريخ الكبير اللي الواحد عامله دوت. وزي ما قلت، زي ما حضرتك قلت، الحب الحمد لله اللي متبادل بيني وبين جمهور النادي الاهلي، ان هو صاحب فضل كبير عليا طبعا وعلى مسيرتي يعني. وكل الشكر طبعا للكابتن اختياره ليا، كان مفاجاه. كابتن خطيب وكابتن زيزو الصراحه. كان ترشيح من كابتن زيزو. وبعد كده كابتن كلمني وقال لي يعني اللي انت هتبقى معانا، بس هتبقى معانا رقم ثلاثه يعني. وقلت طبعا شرف ليا طبعا ما اكون موجود طبعا. طبعا يعني انا كنت شايف ان ده كان تعويض من ربنا على التعب اللي الواحد تعبه. ساعتها لسرتي كان كارترون، كارترون الاول كارترون مش عارف ليه وعملني كارترون وكابتن وكابتن يوسف. وبعد كده كنت انا معاهم تالت يعني. وبعد كده الحمد لله بقى يمكن برضو انا احساسي ان الفتره اللي الواحد كان فيها مدير فني الحمد لله خدت خبرات كويسه كبيره وعرفت دوري ايه. لان ده كان مهم جدا يعني، الحمد لله يعني عارف دوري كويس. بقدر اعمل دوري بالشكل اللي ما يبقاش فيه تجاوز على اي مدير فني او حاجه زي كده، او اللي انا اتعدى حدودي. بقول رايي بمنتهى الامانه ومنتهى الاريحيه والحمد لله يعني. ممكن هي دي برضو الثقه اللي انت عارف، حضرتك عارف الاجانب ما بيثقوش في حد بسهوله يعني. ودي كانت حاجه مهمه جدا يعني. لاسارتي الحمد لله، فايلر، فايلر، موسيماني، كولر، خمس الحمد مدربين اجانب، سواريش كمان سواريش في الفتره برضو فيها يعني. فالحمد لله يعني الواحد بيحاول يجتهد ويحاول يخلص ويحاول يبقى مركز جدا في كل الظروف يعني، سواء في الملعب او بره الملعب. اي دور يطلب مني يعني، سواء اكون رقم ثلاثه او رقم اثنين او مدير فني في اوقات. صحيح. الحمد لله تحملت فيها المسؤوليه، او القائم باعمال مدير كوره في وقت من الاوقات برضو لحد ما جه كابتن رمضان. فاعتقد الحمد لله كان يعني حاجه يعني بحاول اعمل اللي عليا، بحاول اعمل اقصى حاجه ما لدي. والحمد لله كان تقدير ربنا وكرم ربنا بقى كان افضل حاجه ليا يعني. طيب خلينا